استاذ عبد الجواد، اسمح لي هنا الحقيقه الخبر فيه اكتر من نقطه محتاجين نتوقف عندها. بدايه نبدا من مدينه العداله في العاصمه الاداريه الجديده اللي منها هيتم انطلاق وتم بالفعل انطلاق الجمهوريه الجديده. كل يوم بنشوف فكر جديد لدى السيد الرئيس بتقسيم العاصمة الإدارية الجديدة وأهمية وضع تنظيمها بشكل جيد، كل السلطات يتم تنظيمها بشكل موحد في مكان واحد. أولا كمان العاصمة الإدارية الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع وإحدى المدن الذكية. حياتك شفت أهمية وضع مدينة العدالة واسم برضو مدينة العدالة كده، يعني رمزية الاسم وموقعها كمان؟ ده أمر عظيم. السؤال الأول في الحقيقة، هل احنا بنشتغل في العاصمة الإدارية فجأة كده؟ يعني هل الرئيس بيصحى الصبح كده فيقول والله عايزين نعمل الحتة دي فبنعملها؟ ده مش منطقي في الحقيقة. يعني العاصمة الإدارية لها تخطيط مسبق ومحكم قد يكون في عقل الرئيس فقط، يعني قد يكون في حاجات كده بتبقى هو عند الرئيس هذا التصور، لكن واحنا بنتكلم على إنشاءات زي مدينة الثقافة والفنون، زي مثلا المدينة الرياضية، زي المجمع اللي بنتكلم عليه اللي هو فكرة إن السلطات كلها تبقى في مكان واحد، كل ده في الحقيقة له مكان، يعني لازم يبقى له أرض. فبالتالي الصورة والاستراتيجية واضحة أمام متخذ القرار بشكل كبير جدا وما بتحصلش فجأة. الإعلان هو اللي بيحصل كل شوية، وده مهم جدا في تقديري في فكرة الدعم المدينة، دعم العاصمة الإدارية، ثم فكرة التسويق لها. يعني شفنا مبنى وزارة الدفاع الأكتاجون اللي معمول، في الحقيقة ده كل الناس بتتكلم مقارنة ما بينه وما بين مقر وزارة الدفاع الأمريكية، لأنه إحنا يمكن فكرة الإخراج، فكرة الشكل ما نقوم به من جهد ومن عمل عظيم ما كانش موجود. ويمكن ما يفعله الرئيس الآن هو إعادة هيكلة الدولة. يعني لما بنقول جمهورية جديدة في الحقيقة فهي جمهورية جديدة فعلا في كل حاجة، يعني احنا مش بنشتغل على قديم وبنطور القديم، نحن نعيد الإنشاء، احنا بنعمل فكرة جديدة، بنعمل منشآت جديدة، بنعمل دولة جديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة لا تنفصل عن القديم. بس عشان الناس دايما بيحلوا ليها يقولك أسوداب رايح هناك، لا بالعكس، احنا شغالين في القديم والتنسيق الحضاري يعني. صحيح. فالفكرة هنا ان انا بخلي كل حاجة في مكانها. السلطات لما تبقى مع بعض فأنا بدي رمزية للدولة وقوة لهذا المثلث الخاص بالسلطات الثلاثة. والأهم في الحقيقة أن أنا بعمل شكل للعدالة. خلينا أقول أنه جزء كبير جدا من عدم الهيبة الكاملة لفكرة العدالة حاجتين مهمين جدا. الشكل اللي هو المظهر بتاع المحاكمات دايما لما يبقى المكان مش مناسب، لما تبقى النظام مش موجود بشكل فعل، ثم فكرة بطء التقاضي. يعني أي حد عنده قضية في الحقيقة عنده مشكلة كبيرة جدا لدى المحاكم في أن هي بتاخد سنة واتنين، وفي قضايا بتاخد 15 سنة. فده في الحقيقة أشبه بالمبادرة الرئاسية للعمليات الحرجة، اللي هي القوائم الانتظار في العمليات الحرجة. ده بالظبط في الحقيقة اللي بيحصل. صحيح. احنا بنعمل نفس القصة في منظومة العدالة. ويمكن الناس اللي متابعين شغل الشهر العقاري تحديدا، لأنه كان من مربعات العذاب بالنسبة لأي مواطن وما زال إلا قليلا، يعني في مأساة لما الناس بتروح تتعاطى مع هذه الخدمة لأنه الميكانة مش كاملة، الرقمانة مش حاضرة، الموظفين برضو شغالين على قديمه. صحيح الأمر بيتطور لكن مش بالشكل الكبير ده. لكن وإحنا بنتكلم دلوقتي على فكر جديد لهذه المنظومة، وبنتكلم على تطوير شامل، وبنتكلم على نظر الدولة حقيقية للمشاكل، لأنه علشان نعلن عن المدينة دي فمعنى كده إن إحنا شفنا مشاكل هذه المنظومة.
صحيح بنعمل على حلها. هنشتغل بفكر يوازي الفكر الموجود في العاصمة الإدارية، معنى كده أنه فكرة الرجل الذي يكتب القضية مش هتبقى موجودة، أنه المكان هتبقى موجودة، أن الحكم هيبقى موجود وسريع، أن فكرة الاطلاع، فكرة الخدمة، الخدمات المقدمة للمواطن، وده الأهم في الحقيقة، هتبقى واصلة. وده جهد كبير جدا بتقوم بيه الدولة كلها، يعني وزارة الاتصالات، وزارة التخطيط وغيرها، تحول الرقم من الحكومة صحيح. أصلا شغالة فيه. فده جزء من هذه القصة. وإحنا بنتكلم كمان على مش هنشتغل في العاصمة الإدارية، ما ممكن تبقى العاصمة الإدارية جميلة ورائعة لكن بقية المنظومة منهارة، علشان كده ده بالتوازي معاه بيحصل رفع الكفاءة للمقار والأبنية بتاعة المحاكم في كل محافظات مصر. وناس كتير تعرف أنه في محاكم يعني تحتاج فعلا هذا الإجراء، علشان العدالة دي يعني قيمة وشكل أسمى شيء في الوجود مع بعض صحيح. فأنا في تقدير أن دي خطوة مهمة جدا، خطوة ستصلح كثيرا من النظام القضائي، خطوة هتسرع في مصالح المواطنين، هتساهم بشكل كبير جدا في أن تقضي على بطء التقاضي اللي احنا بنشتكي منه من 60 سنة، من وقت ما كنا 40 مليون مواطن ولا حاجة. فاحنا بنتكلم دلوقتي على عدد كبير من عدد السكان وعدد أكبر من القضايا مع تطورات العصر. فيعني هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات اللي اتعملت في الحقيقة في مجال الإصلاح المتعلق بمنظومة كبيرة جدا زي القضاء. مظبوط، وكنا بنعاني في إخفاقات شديدة فيها الفترة اللي فاتت. خليني أقول لحضرتك فعلا أن العاصمة الإدارية الجديدة هتمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر الفترة الجاية.